نبقى على اطلاع على الموقف في درنا أول بأول مع مراسل الحدث محمد مسعود. محمد، ما الجديد لديك؟ نعم ضحى، الجديد في المدينة أن فرق الإنقاذ لا تزال متواصلة، الصورة لا تزال كما هي عليه، فقط ربما ما شاهدناه في هذا اليوم من مشاهدات هو كما تشاهدون من خلفي الآن، والصورة أبلغ من الكلام. محاولات حثيثة تجرى في هذا التوقيت من أجل إعادة الحياة في المناطق الأقل تضررا في المدينة. كما تشاهدين ضحى الآن من خلفي الشركة العامة للكهرباء بالتعاون مع غرفة الطوارئ تقوم بصيانة بعض الأعمدة واقتلاع الأعمدة التي جرفتها السيول واستبدالها بأعمدة أخرى من أجل إنارة شوارع المدينة وإعادة الحياة شيئا فشيئا ربما للشوارع على الأقل تضررا من أجل عودة تدريجية للحياة وممارسة المواطنين لحياتهم الاعتيادية. حتى المحلات لو قارنا الصورة من بين وجودنا في أول يوم منذ حصول هذه الفاجعة كأول قناة تتواجد داخل المدينة ونقارنها بما نشاهده اليوم، فإن هناك عمل يجري على مسارين، استمرار فرق الإنقاذ الدولية من جهة واجتماعهم ليل الأمس حتى ساعات الصباح الأولى مع غرفة الطوارئ المشكلة بقيادة الجيش ولجنة الطوارئ من الحكومة الليبية لتقسيم المنطقة إلى أو ترميز المنطقة إلى أكواد ليجرى التعامل معها من أجل انتشال الجثث من قبل فرق الإنقاذ. نحن نتحدث عن ظروف صعبة، تحديات كبيرة أمام فرق الإنقاذ هذه التي تشير إليها، والتي ليس فقط تعمل على انتشال الجثث ولكن أيضا على التعرف على الجثث مجهولة الهوية. كيف تجري هذه العملية؟ نعم، فرق الإنقاذ يقتصر دوره على انتشال هذه الجثث المتحلل منها بسبب مرور الأيام من جهة أو حتى بسبب يعني غمر هذه الجثث بكل أسف بالمياه وتحللها مع مرور الزمن ضحى، ولكن يقتصر دورها بحسب ما فهمنا حتى في اجتماع الفرق الدولية بالأمس مع غرفة الطوارئ، يقتصر دورها على انتشال هذه الجثث ومن ثم تسليمها للجهات المحلية المختصة. بعد ذلك يأتي دور أخذ عينات أو سحب عينات من الجثث مجهولة الهوية، يتم بعدها الاحتفاظ بهذه العينات لكي يتم تحليلها في الأيام القادمة ومعرفة هوية أو صاحب أو صاحبة هذه الجثة. أما الجثث التي يتم التعرف عليها فإنها على الفور تأخذ إذن بالدفن من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبعد ذلك يتم دفنها، بالإضافة إلى الجثث التي لا تزال مجهولة الهوية أيضا فقط يتم أخذ عينات منها والتصريح لها أو السماح بدفنها على الفور. هكذا يتم أو هذه هي الآلية المتفق عليها على الأقل حتى هذه اللحظة الآن ما بين الفرق الدولية والمحلية للتركيز أكثر على عملية الانتشال بأكبر قدر ممكن، بينما يتم التركيز الآن ضحى في إشارة سريعة على شواطئ المدينة باعتبار أن أغلب الفرق ممن حضرنا معهم الاجتماع بالأمس يقولون بأنه لم ينتشر جثث من داخل المناطق العمرانية المكتظة بالمباني داخل المناطق الأكثر تضررا أو المنكوبة أو أحياء المدينة المنكوبة، وسوف ينتقل التركيز على الأقل في هذا اليوم على ميناء المدينة وشواطئ المدينة باعتبار أن أكبر عدد من الجثث متواجد في هذا المكان. شكرا جزيلا لك مراسل الحدث محمد مسعود، كنت معنا من درنا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.